يقول لدي صديق سعى 14 شوطا ظنا منه أن الشوط ذهاب وعودة، فما الحكم؟ يعني أتعب نفسه وأدى عبادة دون أن يكلف نفسه أن يتعلم أحكامها قبل أن يعتمر. الأصل في الإنسان أن يعبد الله على بصيرة، يعني ما الذي كان يكلفه إذا سمع درسا عن العمرة أو قرأ كتيبا عن أحكام العمرة؟ لكفاه عن 14 شوطا. السعي صحيح والعمرة صحيحة، لكن فرق بين من يعني يؤدي العمرة على بصيرة ومن يؤدي العمرة على غير بصيرة. علينا جميعا أن نتقي الله تبارك وتعالى، نتعلم أحكام ديننا، نريد أن نعتمر نتعلم أحكام العمرة، نريد أن نحج نتعلم أحكام الحج، نريد أن نزكي نتعلم أحكام الزكاة، نصلي وهكذا حتى نعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة. الله المستعان.